السلام عليكم شيخ ذاكر. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بالخير وتقبل طاعتك. شيخ ذاكر كم عمرك؟ يجلس تشدو يظل 52 سنة. الله يمتل فيك. هذا السؤال نرجو أنك تجاوب عليه. كم عدد اللي أسلموا على إيدك بفضل الله؟ The best person to keep the account of Allah سبحانه وتعالى. أنا بيك تخصنا بجواب. عطنا أي رقم. But الحمد لله every day hundreds of people accept Islam and maybe every year more than 100,000. الحمد لله. محاضراتك ما شاء الله الحضور فيها كبير. شنو أكبر عدد حضر لك في المحاضرة؟ الحمد لله العزيز gathering that has come from a lecture is more than a million people. الحمد لله. شيخ ذاكر كم عدد المتابعين لك في الفيسبوك؟ الحمد لله at present there are more than 16.6 million likes on my feed. ما شاء الله ما شاء الله. كم عدد المتابعين لقناتك قناة السلام؟ الحمد لله on the Peace TV network at present there are more than 250 million viewers which is the largest. الحمد لله. اللهم بارك. راح أسألك سؤال شيخ ذاكر لكن نحتاج أن نصوره بمقطع فيديو لأن السؤال طويل شوي. شيخ ذاكر نبي أغرب موقف مر عليك أثناء مناظراتك مع الناس اللي ناظرته. So the Hindu asked me the question that when the first revelation was given by Archangel Gabriel to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ikra, he replied, "Ma ana biqari, I cannot read." The question is that what did Archangel Gabriel show to Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he said, "I'm not learned. If you show me the paper, I will accept Islam." I told him that, "Do you know Japanese?" He said, "No, I don't know." I asked him, "Did I show you any paper that you said you don't know Japanese?" So paper need not be shown for a person who said not know the language. Allahu Akbar. هذه عند الطبري ولا عند من كثير ولا ما لقيتها عند أحد. أترجم لكم المشهد والموقف اللي ذكره. يقول إنه كان في ندوة جماهيرية واحد سأله سؤال ذكي وصعب وقتها ما كان يملك الجواب. السائل يقول جبريل لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ، هل كان في كتاب وراه إياه وقال له اقرأ؟ فالشيخ ذاكر يقول